my God, what are you making? Are you making a cedar? We're not in Sudan. We are in America. We don't make a cedar in America. بقوم بديك هسي عشان كده بتبورو عشان كده بتبورو هنا في أمريكا هنا ما بناكل عصير ما بتاكل عصير فالحين لابس تاكل ماكدونالدز بيتزا واحد يقول يقول لي كده فالحين لابس تقول لي لابس في فيسبوك وانستغرام وتويتر and like my Facebook and like my picture لكن واحدة ما بتقدر تعمل عصير احنا ربونا بعصيدة ومديدة فطور بنفطر بعصيدة غدا بنتغدى بعصيدة عشاء بنتعشى بعصيدة تنوم وتقوم بكرة الصباح تشرب شاي الصباح بعصيدة يا اخي تقول لي شنو تقول لي منو واحد ما خاف قوم يديك هسي كده بس قاعد لي كده قاعد لي كده وخلف لي قرآن في قرآن وتحضر لي تلفزيون وفيسبوك وبتاع وما قادر تطبخي ولا عجب الرجال انا استاذ في جامعة الخرطوم انا مهندس معماري انا دكتور في مستشفى الخرطوم والتعليم اعوذ بالله من كلمه انا لا قدر الله مرتك حصل لها حاجه وامك ما فيش هتناديني انا عشان اجي اعصد لك عصيده فشل عينك كويس عينك كويس انا مولود بالنهار شمس فوق يعني شنو وقت مفتح انا اموت لكم بي بي بي. اموت من جو عشان امي ما فيش ومرتي ما فيش انا اموت من جو والله ابقى بيلو شفت انا ابقى بيلو عصوت انا عصيده زيي زي اي زول سوداني ها والعجب الواحده تعمل لك عصيده مدندم كده مدندم كله زي كله حجار زي خرسان وبتاع لو فلتبوه واحد مشلول عليك طلاق ويقوم يجي تقول لي شنو انا باكل عصيده انا مصوت عصيده في امريكا كان مصوت عصيده وين يعني انت امك مره بطل بعصيده ان ربنا بعصيده تقول لي شنو ومن 200 الواحد بقى يصوت عصيدة وهو واقف هنا في السودان بنصوت عصيدة وهنا قاعدين تهي ها بنصوت عصيدة وهنا قاعدين تهي ها واوعى اوعى تضحك في كرفتتي القصير ده المرة ما بتقعد تهت ما قدرت تقعد تهت عشان تصوت عصيدة من قفلها فوق هنا في بوتجاز بتصوتها عصيدة بيد واحد عصيدة لازم يصوتوا بيدين ها؟ تقعد قفلها كده وبتاع وما قادرين بيه بدلتي ده وبقعد تهت وبصوت عصيدة بيه بدلتي ده وبصوت عصيدة تقعد تهت وتصوت عصيدة زيك وزي أي سوداني يعني شنو لو لابس بدلة يعني شنو لو انت مدير يعني شنو لو انت سفير ولا دكتور في مستشفى خرطوم ولا مستشفى قصر العيني تقعد تهت وتعمل عصيدة زي اي سوداني ها كلام فارغ ويا بنات اتعلموا تعملوا عصيدة عصيدة ده اكل سوداني اكل شعبي لو انت دايم رجلك ما يضيع قروش في ماكدونالدز ما يضيع قروش يمشي ياكل في مطاعم برا اعمل له عصيده كويس في البيت عصيده ما يكون مدلدم عصيده ما يكون ني ملح تقليه ملح روب تصوت عصيده تقعد بصوبك تحت وصوت عصيده كلام فارغ حركات ما يكون ما ينفع تقعد تحت وصوت عصيده كلام فارغ يعني and if you like this video subscribe Follow me on Twitter, follow me on Instagram, and share this video so we can all teach our sisters and our brothers out there to make us more. Assalamu alaikum. Yalla ya jamaa. Yalla.